أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. وصلنا إلى محطة معاني المفردات. العاديات هي الخيل التي تعدو أي تجري. فالموريات، الموريات هي الخيل التي تضرب بحوافرها الحجارة. فالمغيرات صبحا، المغيرات هي الخيل التي تهجم على العدو منذ الصباح الباكر. نقع أي الغبار. إن الإنسان لربه لكنود. كنود تعني كفور أو جحود لنعم الله عز وجل. إذا بعثر ما في القبور تعني عندما يخرج الله تعالى الموتى من قبورهم للحساب والجزاء. ضبحة تعني الصوت الذي تصدره الخيل من صدرها حين تعدو بسرعة. قدحة تعني الشرر الذي يخرج عند أقدام الخيل عندما تضرب بحوافرها الحجارة من شدة الجري. فأثرن به نقعا أي أثارت وهيجت الغبار. فوسطن به جمعا تعني الخيول عندما تتوسط صفوف الأعداء. حب الخير تعني حب المال. وحصل ما في الصدور تعني عندما يستخرج الله تعالى ما استتر في صدور العباد من الخير أو الشر. هذا تقييم ذاتي لمعاني المفردات. يمكنك الدخول إلى هذا اللينك لتقييم نفسك على حسب فهمك لمعاني المفردات القرآنية السابقة. ابدأ.